بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فكرة مشروع. اليوم إن شاء الله غنتحدثوا على تربية الدجاج البلدي، الدجاج البياض. نحاول ما أمكن نعطوا بعض المعلومات. مشروع تربية الدجاج البلدي يعتبر مشروع جيد وله ربح محترم، وكذلك سهولة في التربية وإمكانية بداية المشروع برأس مال صغير، بالإضافة إلى كون المشروع كيتطور بسرعة وكيحقق ربح سريع عكس تربية الحيوانات الأخرى اللي كتحتاج مدة زمنية كبيرة للتوالد والنمو مثل الأغنام والأبقار. وكذلك هذا المشروع سهل التسويق نظرا لارتفاع الطلب على مادة البيض، وتختلف الأساليب اللي يمكن يعتمدها من تربية الدجاج البلدي البيض من ضيعة إلى أخرى، يعني من بلاصة لبلاصة، حيث يمكن الاعتماد على أساليب تقليدية في بناء الحاضرة، وكذلك التغذية ديال الدجاج لتقليل من التكاليف. لكن التغييرات اللي كيوقعوا كيتوازنوا مع ضعف الإنتاج والاعتماد على طرق عصرية لتربية الدجاج البلدي، تحتاج طبعا إلى مصاريف إضافية، ولكن بالمقابل كيكون إنتاج كبير وكتكون مردودية عالية. لهذا الأسباب سأشرح الظروف الملائمة التي يجب توفيرها للدجاج كي تحقق إنتاج مهم، وأنت تختار الطريقة اللي تلائمك وتقدر تطبقها في الواقع بشكل يناسب الميزانية ديالك. وأهم ما يميز مشروع تربية الدجاج ويجعله يلقى إقبال هو إمكانية عمل المشروع في أي مكان، يعني يمكن يدير انك تبدا بثمن قليل وتبدا بعدد ديال الدجاج قليل كيما بغيتي انت، يعني حتى كتعرف طريقه ديال التربيه وتولف وداكشي، ومن بعد كتطور في المشروع ديالك. متطلبات المشروع: كاين الحظيره، يعني ولا الحوش ولا داك المأوى اللي غادي يكون فيه الدجاج، وهذا هو الامر المهم، امر مهم بالنسبه لهذا المشروع. وكان يمكن تقسيم ديال الاماكن لعيش الدجاج الى صنفين: حظيره مغطاه وحوش خارجي. الحظيرة المغطاة كنتحكموا فيها في العمل بشكل أفضل، وحماية الدجاج من الأخطار الخارجية وتقلبات المناخ، بالإضافة إلى توفير الإضاءة، يعني يكون هذا المكان فيه الضوء. وكنحتاجوا تقريبا مساحة ديال متر مربع لكل 8 دجاجات، إلى بين 6 حتى 8 دجاجات في المتر المربع، يعني كلما كانت المساحة أكبر كان الوضع أحسن. بالنسبة للحوش الخارجي للرعي، الحوش هذا كنحتاجوه باش الدجاج يخرج يرعى فيه. الدجاج البلدي يحتاج الى حريه اكبر في التصرف، لذلك بين من تخصيص مساحه اكبر في الحظيره المغطاه لتلقي اشعه الشمس، امر مهم للغايه، خصوصا ان الشمس لها دور مهم جدا في تربيه الدجاج البيض. وبطبيعه الحال كلما كانت مساحه الحوش الخارجي كبيره كلما كان افضل، كما ان كبر المساحه من شانه توفير مكان للرعي وتوفير جزء من مصاريف التغذيه مصاريف التغذيه اسف. بالنسبه للاضاءه، توفير الاضاءه بشكل مستمر امر مهم داخل الحظيره حتى بالليل، يعني ان السقف يكون مثلا ديال البلاستيك ولا باش حتى داك الضوء ديال القمره والضوء الليلي يهبط الحظيره. وبالنهار الشمس لانتاج البيض بشكل مستمر، لذلك يجب تعريض الدجاج البلدي البياض لاشعه الشمس. اشعه الشمس راه مهمه حتى للانسان، لاي حاجه مهمه خلال النهار اكبر مده ممكنه، وتوفير الاضاءه ليلا، يعني ليلا ماشي بالضروري نديروا المصابيح ولا شي حاجه، ولكن التغطيه اللي غتكون يعني السقف يكون مضيء. وبالنسبه لدرجه الحراره، إذا كنت بغيت تحكم بدرجة الحرارة يعني غير تحتاجوا مكيف، ولكن يعتبر دجاج من الحيوانات التي كتأثر بشكل كبير من درجة الحرارة، الانخفاض والارتفاع كيأثر على الإنتاج. أما بالنسبة للدجاج راه كيتأقلم مع الجو، يعني كنهضرو على الإنتاج دائما على الإنتاج. وكما غادي نقول لكم بأن درجة الحرارة المثالية بين 22 درجة و 24 درجة مئوية كيعيش فيها الدجاج، وكيقدر يبيض بالنسبة المئوية اللي معتاد، يعني ديال تقريبا بين 160 حتى 200 بيضة في السنة. الجهيزات اللازمة لمشروع تربية الدجاج البلدي البياض، شنقول لك، ما غاديش نحتاجو معدات، لا نحتاجو معدات مثل ما دوك المعاليف والشرابات، لأنه هو دجاج بلدي وكيحب يرعى، يعني ممكن أنك ديرهم ممكن أنك ما ديرهمش، يعني حيت الطبيعة ديال الدجاج البلدي هي الرعي والحرية في التصرف. يعني الشرابات تكون عادية، وممكن أنك ديروك الشرابات اللي كيتملؤوا إلا تفرغوا، يعني كاينين، يعني ماشي بالضروري أنك تكلف على راسك في البداية. وكاين بعض الامور التقنيه اللي خصك تعرفها حول الدجاج البلدي عند بدايه المشروع. يعني في البدايه من الافضل شراء الدجاج البيض من شركه مختصه مثلا، يعني كتكون واحد السلاله، تكون سلاله مزيانه، يعني شركه مختصه غادي تضمن اقتناء سلاله مناسبه للوساط المناخي الخاصه بمنطقتك، كما ان الشركه غالبا ما تضمن المنتوج عكس الاعتماد على السوق، وكيكون يعني ديال الشركه نقاح ومداوم للامراض. يعني شنو نقول لك، ولك الاختيار، يعني تقدر تبدا ديال السوق وتقضي الدجاج من السوق الى حتى غتعرف النوع ديال الدجاج اللي خصك تقدر. عمر الدجاج عند الشراء من الافضل يكون عمر الدجاج حوالي 3 شهور، باش ما تستناش بزاف باش يبقى يدك 3 شهور يبدا كيبيض. الى خديتيه قبل من 3 شهور يعني غتبقى توكل وتستنى فوق حتى يوصل للسن ديال التبيض، يعني 3 شهور يبدا كيبيض. وتفادى باش تشري الكتاكيت، يعني الكتاكيت الصغار تقول الثمن ديالهم قليل غنديرهم، ولكن غيطلب لك وقت كبير وعنايه كبيره يعني ومصاريف كبار باش انك توصل انه يوصل انه يبيض، راه
التربية شاقة عنده، المسؤولية كتكون يلاه بادية راه صعيبة. كيبدا الدجاج فوضى على البيض انطلاقا من سن 3 شهور تقريبا، وكيبدا انتاج البيض في الانخفاض، يعني بين عمر السنتين الى 3 سنوات، يعني تقريبا ان شاء الله كدير كتخفض الدجاج كيكون عندك انتاج لمده ديال تقريبا ديال 3 سنوات، راه حاجه مزيانه. ومن بعد كتبدلو، شنو نقول كيما سبق الذكر ان الدجاجه تقريبا الوحده كتعطي تقريبا من 160 حتى 200 بيضه خلال السنه الواحده. هذه النسبه هذه جايه من ان التشكيل ديال البيضه داخل الدجاجه كيتم فوضون تقريبا 26 ساعه، يعني اكثر من نهار، وذلك في بتوفير الاوضاع المناسبه والاكل المناسب والجو المناسب. وبالنسبه للدجاج انه يمكن البيض، باش تعرف هذه المعلومه اللي ما كيعرفهاش، ان الدجاج ممكن ان تبيض دون الحاجه الى الديك، لان عمليه بيولوجيه عند الدجاج، يعني الديك كنحتاجوه للدجاجه الا كنا باغيين داك البيض اننا نعاودو نفقسوه باش نديرو انتاج الكتاكيت، يعني الفلاس مثلا، داك الفلفل الصغير الا كنا مثلا ناويين ان نديرو. ولكن من الاحسن ان يكون الديك ماشي بهدف انتاج بيض صالح للتفقيس، ولكن لطبيعه الحياه، يعني الدجاج خصهم ديك معاهم خصو. بالنسبه للتفقيس راه مده حضانه البيض كتوصل حتى 21 يوم، وبالنسبه لك باغي توفر الديك لهذا الدجاج اللي كاين عندك، يعني ديك واحد تقريبا لكل 7 دجاجات، بين 5 حتى 7 دجاجات، يعني حسب الدجاج اللي عندك، وتوفر لهم الديوك اللي غيحتاجوه على حسب العدد ديال الدجاج اللي عندك. بالنسبه للوصول للمستوى ديال البيض، ان شاء الله الا وصلتي لمستوى البيض، يعني درجه الحراره اللي خصك تحط فيها البيض خصها تكون اقل من 12 درجه باش ما يتفقش، يعني باش ما يتسماش انه بحال حطوه في فقاسه ولا انه رقد عليه الدجاج. الامور التي يجب توفر انتاج البيض من اهمها يعني درجه الحراره ديال المكان اللي فيه الدجاج، وتوفير مكملات غذائيه للدجاج. يعني اش نقولك، الدجاج البلدي كياكل اي حاجه، ولكن ضروري انك تهتم بشي حوايج اللي هما ضروريين للبيض، مثل الكالسيوم، الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، تكون تغذيه متوازنه. يعني وكلما كان الدجاج في عمر اكبر، يعني لو وصل الدجاج انا وصل عندك العامين الفوق، تسنى قله الانتاج، يعني ديك الساعه كتولي انك خصك تبدل الدجاج، ما تبقاش حاط ديك الدجاج اكثر من عامين ونص 3 سنين وكتسنى انها تعطيك، صافي حيد اعوض. وكذلك الحرص على توفير الهدوء والسكينه في الحاضر، يعني ما يكونش في شي بلاصه فيها صداع صداع صداع، يعني الدجاج ما يلقاش راحته باش يجلس باش ينعس باش يبيض. وكاين واحد المشكل عند الدجاج، يعني لان الدجاج شي مرات كيولد البيض بلا قشره، وهذا ناتج عن قله الكالسيوم والفيتامينات. يعني انت تقدر توفر لهم الكالسيوم وتقدر دير بحوث باش توفر لهم الكالسيوم. مثلا نعطيك مثال، الكالسيوم ياخذوه من قشره البيض، ياخذوه من غلاله الحلزون، ياخذوه من داك ديال المحار كيجيبوه من البحر، يعني كاين حوايج اللي ياخذوا منه الكالسيوم. واخيرا هي التغذيه ديال الدجاج، يعني الا كنتي قادر انك توفر تغذيه متكامله للدجاج، يعني راك توصل لك مستوى ديال انك تلقى البيض بالنسبه اللي بغيتي نتايا. يعني انا الدجاج البياض يحتاج الى علف تتوفر على عناصر غذائيه اللي هي البروتين بالنسبه ديال تقريبا 7 حتى 22%، والحبوب، ودائما اضافه مكملات غذائيه اللي يكون فيها الكالسيوم والفيتامين والاملاح المعدنيه، ضروري ضروري. وحنا عارفين بان الدجاج البلدي البياض يتغذى على الحبوب والقطاني، وكتعاونو بالتهريس ديالها، يعني الدكدكه ديال داك الذره الزرع باش كتسهل عليه عمليه التغذيه. وكذلك اش نقول لك، يعني الخضروات والفواكه، الخبز الجاف، وضروري كما قلنا انك تشري مره مره الاعلاف الخاصه بالدجاج البلدي من شركه الاعلاف المختصه، ضروري الاعلاف المختص من الشركات لتصحيح الوجبه عند اعتماد الاعلاف الاخرى، يعني باش تكون التغذيه كامله. واخر حاجه ديما هي الوقايه ضد الامراض الشائعه عند الدواجن، يعني لا كانوا دي فاكسان اهم حاجه، يعني راه كاينين ادويه كيتداروا لهم غير في الماء. ككل كائن حي الدجاج البلدي يصاب بامراض غالبا كتوصل للموت، يعني قدر لا قدر الله انه وصلك شي مرض اللي غينعس لك كل شيء، الدجاج كل شيء مشى، يعني ضروري لقيتي الدواء ضروري. والغالبيه باش ما نصحتكمش بالكتاكيت، تبداو بالكتاكيت لانهم اللي كيتعرضوا بزاف لهاد الامراض وكيكونوا ناقصين من التلقيح، والتلقيح يعني اللي باش كنحاربوا به الامراض الشائعه، يعني ما كيكون تلقيح الدجاج. ملي كتشري الدجاج من واحد البلاصه متخصصه كيكون كتكون عارف ومتاكد بان دايرين تلقيح. هادشي اللي يمكن نقول في هذا الفيديو هذا، وكنشكركم على الاستماع والمتابعه، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكنشكركم قناه فكره مشروع على المتابعه وحسن الاصغاء والاستماع، والى فيديو اخر ومشروع جديد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.